رانا نمشي بها الجنيه باه نوكلوها كندوها دندوها للسوق، السوق ما كانش سوق مسكر، كان جا السوق مفتوح ندوها رانا نبدلوا فيها بالراسيون تاع الماكلتها وماكلتنا. في ظل هذا الوباء اللي عفتوا بلدنا مؤخرا، تبقى الدولة الجزائرية عازمة واقفة لكي ترافق الفلاح والموال، ولا سيما انه في على مستوى برنامج توزيع مادة الشعير العلفي بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالجلفة، يبقى البرنامج ماشي، وكان توزيع حصتين او حصتين على في حصة واحدة.